هذا الرجل وجد للتو نموذجا مصغرا للبلدة التي يعيش فيها، إنه مفتون بتفاصيلها الدقيقة. عندما يرى مفتاح التشغيل، يقوم جيسون بتشغيل آليات البلدة المصغرة، وبعدها تضيء الأنوار في جميع أنحائها. يرش الماء عليها لتنظيفها من الغبار، وفجأة تتساقط الأمطار في الخارج. حينها يدرك أن كل شيء يفعله بالبلدة المصغرة يحدث في الواقع. كانت زوجة جيسون، ترينا جرانت، عمدة هذه البلدة التي تدعى ليتلتون، ولكنها توفيت نتيجة حادث سيارة مؤسف بسبب مساهماتها المذهلة في البلدة، مثل جعلها محطة سياحية نابضة بالحياة. اكتسبت رينا سمعة إيجابية في المجتمع. بعد وفاتها يتولى جون كونلي منصب العمدة تلقائيا، ولكنه شخص ليس لديه نفس أهداف رينا. بعد عام واحد تدهورت حالة ليتلتون بشكل كبير، حيث تراكمت القمامة في الشوارع وتم إغلاق معظم المحلات، وانتقل بعض السكان إلى مدن أخرى. في صباح اليوم التالي يتناول جيسون وجبة إفطار في مطعم، ويتحدث مع نادلة المطعم آن، ثم يسمع رجلان يتحدثان عن هطول المطر بالأمس، حيث يجدان الأمر غريبا لأنه استمر لفترة قصيرة جدا وأثر فقط على مساحة صغيرة من البلدة. ثم يسمع آن وهي تخبر ابنها إيميليو أنهم سيقومون بطلاء المطعم غدا، لذا يعود جيسون إلى غرفته في علية الكنيسة التي يعمل فيها، ويستخدم طلاء الأظافر الخاص براعية الكنيسة ميشيل لطلاء المطعم المصغر. في الصباح التالي يستيقظ أهل البلدة على اللون الجديد للمطعم. لا أحد يعرف من قام بهذا، مما يثير استياء آن في البداية، ولكنها في النهاية تتقبل الأمر بما أن اللون الجديد للمطعم يجلب البهجة والسعادة لأهل البلدة، ويشعر جيسون بالفخر بهذا العمل. في وقت لاحق عندما يخرج جيسون من الكنيسة، يلاحظ إعلانا انتخابيا للعمدة الجديد كونلي، فيقوم بإزالته على الفور. بعد ذلك يشاهد جيسون امرأة كبيرة في السن وهي تتعثر على حفرة في الطريق، لذا يسارع لمساعدتها. يقول الرجل العجوز بجوارها لجيسون أنهم قد تقدموا بطلب للعمدة منذ وقت طويل لإصلاح الحفرة، ولكن العمدة كونلي لم يلتفت حتى للأمر. لذا يأخذ جيسون صندوق الاقتراحات معه إلى غرفته لحل مشاكل البلدة بنفسه. بعدها يقوم بمراجعة كل الاقتراحات ويصلح العديد من الأشياء في البلدة المصغرة، حيث أنه بمجرد أن يصلح حفرة أو جذع شجرة في البلدة المصغرة يتم إصلاحها فورا في الواقع. يستمر جيسون في تنظيف الشارع ويزيل الثلج ويضع عظمة دجاج أمام كلب جائع لإطعامه. يتفاعل سكان البلدة بشكل إيجابي مع هذه التحسينات المفاجئة. يشعر جيسون بالفخر والسعادة بالنتائج التي حققها. في وقت لاحق داخل متجر، يتحدث أمين المتجر مع امرأة عن الشجرة التي تمت إزالتها من مكانها، معبرا عن دهشته وامتنانه لمن قام بذلك. يدخل جيسون نفسه في المحادثة قائلا إن الأمور بدأت تسير على الطريق الصحيح مجددا. عندما يخبر أمين المتجر جيسون أن العمدة كونلي هو من يقوم بهذه التحسينات، يشعر جيسون بالغضب، ويشرح لأمين المتجر أن كونلي لا يهتم لأمر البلدة وسكانها. في الوقت الحالي يركز جيسون على حل المشاكل التي لا تزال قائمة، مثل قلة عدد الأشخاص الذين يمرون بالبلدة للإقامة، حيث يدرك أن الأشخاص الذين يمرون بالسيارات لا يبدو أنهم يلاحظون وجود البلدة، وبالتالي يبدأ جيسون في العمل على إنشاء لافتة مضيئة ساطعة لجذب انتباه الناس. في اليوم التالي يأتي مئات المسافرين وتزدهر البلدة مرة أخرى. بعدها يحضر جيسون الكنيسة، وتتحدث راعية الكنيسة ميشيل عن المساعد الغامض الذي لا أحد يعرف هويته. يصرخ أحد رواد الكنيسة بصوت عال أن المساعد هو كونلي، وكونلي الحاضر في الكنيسة لا ينكر ذلك ويقبل امتنان سكان البلدة بكل فخر. يشعر جيسون بالغضب من هذا الأمر، فيخطط الانتقام من كونلي. يلتقط جيسون حجرا ويسقطه فوق سيارة كونلي الثمينة داخل البلدة المصغرة. يبدو الأمر كما لو أن نيزكا يهبط من السماء. في الصباح التالي يستيقظ أهل البلدة ليجدوا أن نيزكا قد دمر سيارة كونلي، فيطالب كونلي بغضب بأي معلومات عن الموضوع. ثم يرى إيميليو وهو يضحك، فيأخذ منه الدفتر ويجد أنه قد رسم سيارته المحطمة، فيعاتبه كونلي مما يتسبب في التدخل من آنا للدفاع عن ابنها. يستعيد كونلي هدوءه
ويلقي خطابا تحفيزيا على بقية البلدة، مما يؤدي إلى تصفيق من الجمهور ونظرة غاضبة من جيسون. في تلك الليلة، وبينما يسير كونلي بمفرده، يضع جيسون عنكبوتا على البلدة المصغرة. في الوقت نفسه يستيقظ إيميليو ويذهب إلى النافذة ويرى العنكبوت العملاق الذي يبدأ في مطاردة كونلي. يسحب جيسون العنكبوت من البلدة المصغرة. بعدها ينظر كونلي المرعوب حوله، لكنه لا يجد شيئا. في الصباح التالي يرسم إيميليو عنكبوتا بألوان متعددة على الجدار. يرى كونلي الأمر أثناء سيره في الشارع ويطالب إيميليو بالإجابة عما إذا قد رأى العنكبوت، ويحاول أن يتشاجر معه. تتدخل آنا مرة أخرى بغضب وتخبر كونلي أن يتحدث إليها إن كانت لديه مشكلة مع ابنها. يتوقف جيسون عن إرعاب كونلي ويعود لأعماله الخيرية. يضيف المزيد من الأضواء إلى لافتة البلدة. تظهر اللافتة الجديدة وتضيء بشكل ساطع، لكنها تستنزف الكثير من الكهرباء، مما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن البلدة. يعقد اجتماع طارئ للبلدة في الكنيسة. يظهر الذعر على وجوه أهل البلدة ويطالبون العمدة كونلي بإصلاح الأمور، لكنه يفشل في قول أي شيء، مما يجعل الناس يتهمونه بمحاولة طرد الجميع من البلدة لأسباب سياسية. يغادر الكنيسة بذعر، ويلاحظ إيميليو عبر الشارع وهو يرسم في دفتره. يخطف كونلي الدفتر من يديه ويعرض رسوماته على البلدة، مربطا الفتى بكل الأحداث العجيبة الأخيرة. يبدأ أهل البلدة في الاندفاع نحو الفوضى، يحاولون الهجوم على كونلي ويطالبونه بحلول. وبدون خيار آخر يتدخل جيسون ويعترف أخيرا بكونه وراء كل شيء. يصر على أنه كان يريد فقط مساعدة البلدة، بينما كاد كونلي أن يدمرها. لإثبات صحة ما يقوله يتجه جيسون إلى غرفته، ثم يشعل بعض الكبريت في شارع البلدة المصغرة، مما يتسبب في ظهور نيران كبيرة في الشارع الحقيقي. بعدها يقتحم كونلي ومعه شرطي غرفة جيسون في علية الكنيسة، ويرون أخيرا البلدة المصغرة. يبدأ كونلي بالتفكير في أفكار شريرة، ويتأمل في السيطرة على البلدة بأكملها باستخدام قوة البلدة المصغرة. يأمر الشرطي بمصادرة البلدة المصغرة من غرفة جيسون، ثم يبدأ صراع بين جيسون والشرطي، مما يؤدي إلى اصطدامهما بالبلدة المصغرة، وبالتالي يحدث زلزال في الخارج أثناء شجارهما، ويسقطان البلدة المصغرة من على الطاولة. في اليوم التالي نرى جيسون ومعه ميشيل وأنا وإيميليو وهم يمشون في الشارع، ويقول جيسون إن البلدة المصغرة قد تحطمت الآن، لذا ليس لديه وسيلة لإعادة بناء البلدة. عندما تسأل آنا كيف يمكنهم أن يدفعوا تكاليف جميع الأضرار، يقول جيسون أن لديهم جميع الموارد التي يحتاجونها، وهم يمرون بجوار نسخة ضخمة من خاتم زواج جيسون، حيث يعتقد أن الخاتم سيجلب لهم الأموال اللازمة لإعادة بناء البلدة من جديد.